كانت المرة الأولى التي يجتمع فيها خصوم فتكت بينهم الحروب والنزاعات، وفد برئاسة نائب صدام حسين وحافظ الأسد ونتنياهو في مكان واحد، ورئيس روسيا ينهض من على فراش الموت لوداعه، وبيل كلينتون يرافقه كل من سكن البيت الأبيض. كل هؤلاء فرقتهم السياسة وجمعهم حب واحترام الملك حسين، رجل حكم بلدا صغيرا وكان أكبر من الجميع. الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين بن علي الهاشمي القرشي، يعود نسبه لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولد بمدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية صبيحة 20 من كانون الأول عام 35 لأب هو الوريث الوحيد لعرش جده. وبالرغم من كونه سليل ملوك وولد لأسرة والده فيها أمير وجده أمير، إلا أنه عاش كما يعيش البسطاء أو متوسط الحال، فلم تكن الأسرة الهاشمية في ذلك الوقت أسرة غنية، بل حكمت بلدا صغيرا فقير الموارد أو معدوما منها. فلم يعش الحسين طفولته كما نظرائه من الأمراء، وبالرغم من ذلك تلقى تعليما جيدا وتدرب على يد جده الذي تحولت في عهده إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. إبان شبابه عاش الحسين واحدة من أصعب الفترات السياسية التي عصفت بالمنطقة، فبعد ولادته بعام اندلعت ثورة في فلسطين عام 36 ضد الاستعمار الإنجليزي. وأما الأكثر صعوبة فكان قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة والقاضي بقسم فلسطين بين العرب واليهود، ثم اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 48 والتي قادتها الأردن، وتمكن فيها الجيش الأردني من الحفاظ على الضفة الغربية والقدس بعد تضحيات كبيرة، ما مهد لما عرف بالوحدة بين الضفتين أو الأردن وفلسطين، والتي نودي بالملك عبد الله الأول ملكا عليها، وذلك في العام 50. عام بعد هذا التاريخ ستتغير حياة الحسين إلى الأبد وعلى كل الأصعدة نفسيا ومعنويا. سيشهد الشاب ذو 16 ربيعا اغتيال جده الملك المؤسس ومربيه أمام ناظريه أثناء زيارة للقدس. والحسين آنذاك نجا بأعجوبة من نيل مصير جده. وعلى الصعيد العام سيرث طلال والد الحسين الحكم، وينادى بالحسين وليا للعهد. ليأتي العام 52 ويتعرض فيه الملك طلال لظروف صحية ستبعده عن ممارسة الحكم، وينادى بالحسين ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية وهو بعمر 17. في ذات العام الذي حكم به الحسين الشاب جرى انقلاب في مصر على الملكية هناك بقيادة ما يعرفون بالضباط الأحرار، وسن عبد الناصر سنة هدم الملكيات في المنطقة العربية، حيث لاحقا جرى انقلاب في العراق على الملكية أيضا، وانقلاب آخر في ليبيا على الملكية أيضا، وقبل ذلك انقلابات متتالية في سوريا جارة الأردن. وفي ظل هذه الأجواء كانت انطلاقة الحسين في عالم الحكم والسياسة، وكثيرون راهنوا على سقوط الملكية في الأردن، حيث ملك لم يتجاوز السن القانوني للحكم وعرشه مهدد في محيط ملتهب. لكن ما حدث كان عكس التوقعات، وفي حين كان يعتقد الجميع أن الملكية في الأردن تحت حماية الجيش البريطاني، خرج الملك الشاب ليصدر قرارا بتعريب الجيش، أي طرد الضباط الإنجليز وإنهاء خدماتهم. فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية. وسار الحسين واثقا من قدرته على عبور واحدة من أصعب مراحل حكمه، ليأتي لاحقا ما هو أصعب. ففي عام 67 أقدم عبد الناصر على خطوة غير محسوبة،
حيث دخل في حرب لم يحضر لها جيدا مع إسرائيل، وأجبر الملك حسين على دخولها رغم معرفته بعواقبها، لكنه آثر الدخول. فخسرت كل من مصر وسوريا والأردن جزءا من أراضيها لصالح دولة الاحتلال، وكان نصيب الأردن خسارة سيطرتها على الضفة والقدس، وتبعها في العام التالي معركة على الحدود الأردنية مع جيش الاحتلال في منطقة الكرامة الأردنية. فتحرك الجيش الأردني للدفاع عن أرضه، وهناك حيث مخيم الكرامة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، التحق مسلحون فلسطينيون بركب الجنود الأردنيين وتمكنوا من صد العدوان الإسرائيلي. فكان نصرا معنويا هو الأول لقوات عربية على إسرائيل، ليتمكن الحسين أيضا من عبور هذه الحقبة وهو ما زال صامدا ومحافظا على عرشه ومملكته. وما ظنه الأردنيون وملكهم صعبا جاء ما هو أصعب منه. ففي عام 70 قررت فصائل فلسطينية كانت تتواجد على أرض المملكة وكان يسمح لها بالتدريب والعمل من الأردن أن تحصل على ما هو أكثر، واعتقدت أن بإمكانها جعل الأردن قاعدة لها من خلال إسقاط الحكم الهاشمي وتحويل الأردن لقاعدة عسكرية، أمر رفضه الأردنيون وملكهم الشاب. فجرت اشتباكات مسلحة بين فصائل منظمات التحرير والجيش الأردني، انتهت بحسم الجيش وبسط نفوذه على بلاده، وجرى بعدها إخراج المسلحين إلى لبنان. وفي تلك الفترة بدا أن الملك حسين يشهد أكبر تهديد له في مسيرته، حيث تدخلت دول عربية لصالح المنظمة ومسلحيها، وكاد الحسين وجيشه يكونون وحيدين في هذه المواجهة. لكن أثبت الحسين قدرته على الثبات والصمود مرة أخرى، وخرج أقوى مما كان، وتمكن من اكتساب احترام العالم أجمع لاحقا، حيث سادت فترة من الاستقرار في البلاد بعد فرض الأحكام العرفية، وتمكن الملك من توطيد علاقاته الخارجية مع الدول الكبرى، ووضع أسسا لبناء بلد صغير الحجم لكنه صلب وقوي. وما هي إلا سنوات حتى أصبح البلد فقير الموارد من أحسن بلدان المنطقة في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة، دون إنكار أن الأردن في تلك الفترة غيبت به الحياة السياسية والديمقراطية بشكل شبه كلي بفعل الأحكام العرفية المفروضة. لكن الملك الذي اكتسب خبرة سياسية أكبر تمكن أكثر من التقرب من شعبه، وذلك ساهم في تقليل الهوة بين الأسرة الحاكمة والشعب. واستغل الملك الثروة النفطية في الدول المجاورة والخليجية تحديدا، حيث بدأ الأردن بتصدير الأيادي العاملة والعقول للخليج التي استفادت من النهضة التعليمية التي أرساها الحسين في البلاد. كما أعاد الحسين تصحيح علاقاته العربية بعد دعمه المباشر للجيش العراقي في حربه ضد إيران، وبات أكثر الحكام العرب صداقة مع صدام حسين، حتى أن أشعارا تغنت بهما معا. قال الفدام احنا وياكم والشم للسام، وعربي اليوقف يتفرج لوش على الدم، قومك والتاريخ يسجل الأولاد العم، والله وكفيت بعرض الله والله وكفيت. وما إن وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها، ليشهد الأردن داخليا تحولا كبيرا، خاصة بعد فك الارتباط بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية عام 88 بطلب من الفلسطينيين ومنظمتهم. فرفع الملك الأحكام العرفية وبدأ يسود ما يشبه الحياة الديمقراطية في البلاد، وسمح للأحزاب بممارسة حريتها، كذلك الصحافة. لكن سيمر الملك حسين بتحد جديد مطلع التسعينيات، فصديقه صدام قرر غزو الكويت واستعد الدول الخليجية الأخرى، وكان قرار الملك حسين في حينها أقرب للعراق وضد التدخل الأجنبي لتحرير الكويت. ولم يطلق الجيش الأردني رصاصة باتجاه العراق،
ما كلف الأردن توتر العلاقات مع المحيط العربي والخليجي تحديداً، ودفع فاتورة موقفه اقتصادياً. لكن مرة أخرى يثبت الحسين حنكته السياسية، وما هي إلا سنوات حتى تمكن من ترميم علاقاته مع الجميع. وأكثر من ذلك، فهو الوحيد الذي كان حليفاً لصدام، وبذات الوقت صديقاً للعالم والغرب وأمريكا. فالرجل حتى مطلع التسعينيات كان قد مضى على عمره السياسي قرابة 4 عقود، ومات أكثر قادة العالم معرفة بالسياسة ودهاليزها. وما إن أنهى تحديه الأخير هذا المتعلق في العراق، حتى جاء تحد جديد تمثل بقبول منظمة التحرير الفلسطينية دخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أسفرت عن اتفاق يعيد المنظمة إلى الأراضي الفلسطينية. وكانت الاتفاقات التي جرت في أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تأتي على ذكر أي مصلحة للأردن الذي كانت إسرائيل تحتل جزءا من أراضيه، ما دفع الملك للتحرك ودخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أسفرت عن اتفاقية سلام بين الطرفين وعودة الأراضي الأردنية المحتلة، اتفاقية جلبت كثيرا من الانتقاد للحسين وحكومته. لكن بالنظر إلى الجو العام في تلك الفترة قد يتفهم كثيرون موقف الملك، فالجيش الأردني أكثر الجيوش العربية خوضا للحروب ضد إسرائيل بدءا من دعم الثورة الفلسطينية المسلحة 30ات القرن الماضي، وصولا لحرب العام 48 وحرب العام 67 ومعركة الكرامة عام 68 حتى مشاركته بحرب العام 73. والأردن أكثر من دعم القضية الفلسطينية، فقد تبنى فصائلها وتدريبها مبكرا على أرضه، كما استقبل العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين ووقف يتقاسم معهم لقمة العيش وموارده القليلة. ولم يكن أمام الحسين بعد اتفاقيات أوسلو إلا اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل، وخاصة بعد الضغط الأمريكي عقب تخلي دول عربية عديدة عن دعم الأردن إثر وقوفه مع العراق. وأيا كان الانطباع عن هذه الخطوة، فهي لم تلغي أبدا تاريخ الملك حسين ولم تمنع الجميع عن احترامه، وذلك ما ظهر في جنازته التي كانت أشبه باجتماع للأمم المتحدة، حيث لم يتبقى أحد من رؤساء العالم ووفوده إلا وسار خلف جنازة الرجل الذي مكث على كرسي الحكم قرابة 1/4 قرن. والتحديات تأتيه تباعا، واستطاع تجنيب مملكته وملكه كثيرا من الصعاب وأحيانا السقوط، حتى أن شعبه لا يذكر لهذا الرجل إلا الخير. فلا تاريخ دموي جمع السلطة والشعب، ولا إعدامات ولا اعتقالات بالجملة، ولا مجاعات وتجويع، بل بشهادة الكثيرين تحول الأردن في عهد الحسين لواحة من الاستقرار والأمان في محيط لم يعرف يوما إلا الحرائق.